نادي الريان في فترة من الفترات مع المنتخب التونسي. هذه محاولة ملعوبة ولكن ملعب لاحظنا التمريرة طالت وعدت في الكرة. انتظر هنا دييغو غارديل يتقدم دييغو ملعوبة ولكن دييغو في الملعب. بهذه الكيفية فريقين في المباريات التي تكون في ضيافة النادي العربي 2-1 هي نتيجة 2-1 حضرت في مناسبتين نتيجة 2-1 النتيجة الحاضرة إلى حد اللحظة. سساء في نادي الريان كرة ملعوبة تتخلص لعبة لنادي الريان في بدأ في نادي الريان هنا ملعوبة لنادي العربي كرة ترسل لنادي الأحلام محاولة خلفان إبراهيم خلفان لحسام السيد من الجهة اليمنى للنادي العربي ترسل بشكل ممتاز لمارتيك مارتيكيان محاولة هذه خطيرة خطيرة بخلفان أرضية الملعب. هنا كانت بدايتها وهنا كانت نهايتها بهذه الصورة مع خلف أو سعود العذبة اللي كذلك كرابع أكثر حكم أدهر مباريات كذلك إلى شاهد من جديد علي حسن عفيف شقيقه أكرم عفيف شاهد أوروبا هنا محاولة مع العربي تصل وتسديدة وإبعاد يأتي من حارس المرمى خليفة أرضية التسديدات الأرضية مثل هذه حارس المرمى خليفة أبو بكر اللي جارديل إذن يحاول المرور وتسديدة جارديل أعتقد ركلة زاوية لا والله ركلة مرمى اعتمد على نفسه إلى أن تقدم للأمام وسدد آخر شيء الجماهير ملت يعني مش معقولة يعني هنا تسديدة تأتي وتسديدة قوية إبعاد من حارس المرمى جردل في التسديدة وشوف متى جات التسديدة جات في وقت متأخر لكن يلا محاولة من محاولات تنعد على أصابع اليد الواحدة تخيل طول المباراة خليفة أبو بكر انداي حارس مرمى فريق الجيش فريق الدحيل هو كان في الجيش قبل ومدربي الأرجنتينيين في الوقت الحالي للأمانة رائعين جدا يعني مثاليين وبشكل كبير في كل مكان أرجنتيني يتألق لكن العربي الآن يهاجم محاولة يا الله جول العربي سجل دييغو غارديل اللاعب البرازيلي يسجل الهدف الأول في المباراة من نقلة ممتازة شوف 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 من البداية هنا في خطأ موجود استثمر بشكل مثالي من المدافع المتقدم جاسر يحيى لاعب الوسط إلى هذا الرجل يا سلام يا سلام يا سلام يا غارديل غارديل حطها في الزاوية اليسرى لرجب حمزة صديقهم الموسم الماضي لكن غارديل ما كان معاهم لكنه سجل في مرمى رجب حمزة وأسعد الجماهير العربية الكروية التي كما ذكرنا تنتظر السعادة الكبيرة عادت إلى جاسر جاسر يحيى إلى خلفان إلى اللاعب غارديل للأمان مارديكيان ولكن أحيانا يعني من يحتفظ بالكرة كثيرا راح يفقدها أكيد ما في شك ذلك تيم وورك يلعبون تيم وورك هنا المحاولة الآن للأمام في منتصف الملعب انطلاقة وتقدم لنادي أم صلال سقوط على أرضية الملعب مطالب بخطأ حكم المباراة بيقول ما فيها شيء عادة المرتدة للعربي لمسة للأمام خلفان يتقدم إبراهيم في منتصف الملعب لمسة للأمام يا سلام على التمرير في الجهة اليسرى انطلاقة مارديك مارديكيان محاولة ما زالت قائمة والتسديدة والكرة تصطد قبل الأخير السيلية كان أخيرا في ذلك الموسم والعربي كان في المركز قبل الأخير والسد كان متصدرا لبطولة الدوري كرة فيها محاولة ملعوبة في منطقة الجزاء يلعب الكرة وصلت إلى خلفان لمسة على مشاري في منطقة الجزاء تسديده
خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى عند الحارس سعد الدوسري. كرة في محاولة لمصلحة النادي العربي، والمحاولة الماضية تعود من جديد، يسيطر عليها جاسر يحيى، يلعب الكرة إلى جارديل أمامية وصلت إلى خلفان بالكعب بشكل مثالي جدا من مارتيك مارتيكيان إلى جارديل على مشار في المنطقة، تسديدة قوية لايف. هي قبلة الحياة، هي قوية جدا بالقدم اليسرى، يضع كرة خادات سعد دخلت إلى مرمى سعد، شقت طريقها إلى 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 عرين سعد، وكرة فيها أول أهداف المواجهة لمصلحة النادي العربي الذي يقلص الفارق في توقيت مناسب جدا بأقدام اللاعب البرازيلي دييغو جارديل. جارديل كرة عن جارديل، تسديدة بشكل كبير، المنافسة راح تكون فيما بينه في هذا الموسم. جارديل بيسدد، والتسديدة القوية من جارديل اللاعب البرازيلي، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. محاولة أولى وتسديدة من مسافة بعيدة، قيس اليعقوبي، يد عربي عنده 7 أهداف ودخل مرمى 15 هدف كثاني أضعف خط دفاع. جارديل بيحاول الكرة العالية العرضية تبعد من أمام مارديكيان، والكرة بعد الملعب أحمد فتحي، نقلة أقصى اليمين، جارديل بيحاول، كنتروله ممتاز، جارديل كرة معاه، جارديل يتقدم، يمر جارديل بيسدد، لكن تقريبا لم كرته حظا على كرته بشكل صحيح، لكن تسديدته كانت ضعيفة. خلفان بيحاول، نقلة في الجهة اليسرى، جارديل كرة ما زالت معاه، عرضية عالية سهلة، تأتي إن شاء الله المباراة والفرصة لنتحدث. وهنا تصويبة من جارديل إلى خارج أرضية الملعب، محاولة من خارج منطقة الجزاء، قد يكون حل من الحلول بعد الصعوبة لوصول خلفان. يبقى هو أيضا رمز كبير لآل خلفان كمايسترو ورسام كلاعب خط وسط في الثمانينات. تصويبة قوية على طول، ولكن إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى بيحاول النادي العربي، ولكن على فترات. كلام كثير جدا في الملعب من اللاعبين. أنس مبارك يطلع، تمريرة ومحاولة نقلة داخل منطقة الجزاء، هنا استلام والبحث عن تسديدة عرضية. يعني أغلب الأندية التي مر بها، يعني ليست بالأندية الكبيرة للاعب دييغو. استلام هنا أمامنا ومحكم راية في تلك المباراة، محاولة ملعوبة أمامنا والكرة البينية من خلفان، يا سلام يا يوسف، يوسف رمي التماس ومحاولة ملعوبة باحث عن خلفان الخطأ هنا زل مرمى يوسف حسن، وبين مدافع نادي الغرافة روبرت أسي والكرة في الشباك، وقريب من منطقة جزاء الفور، تقدم أكثر من لاعب من لاعبي العربي في منطقة الجزاء. الكرة الثابتة ملعوبة، برافو عربوية، انطلاقة سريعة، لمسة في الجهة اليمين للعربي، جارديل بيحاول يمر، جارديل يتقدم بيسدد، والكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. في تغيير الصورة للفريق العرباوي في الدور الثاني، الكرة ملعوبة للأمام ما زالت مستمرة، لكن الكرة تبعد، كرة ملعوبة، محاولة الآن دييغو جارديل بيمر الكرة، لكن هذه كرة عربوية، محاولة خلفان بيحاول، جارديل كنترول استلام، يا سلام والتسديدة، انت فعلت كل شيء حلو في كرة القدم يا جارديل، فعلت كل شيء حلو في كرة القدم الا النهاية، ما فيها اوفسايد،
شوف الاستلام، استلم وقفت على كرتك ومواه ومري خلفان يقود المرتدة العربوية. دييغو جارديل، دييغو واحد أمام اثنين، الكرة جارديل بيمشي فتحي كرة يعني السد لم يفوز على المرخية هذا الموسم، ويوسف آدم في المرتين تفوق مرة وتعادل مرة مع المرخية أمامية، مساحة جميلة لأحمد فتحي. يا سلام يا سلام يا سلام أحمد فتحي، الحبة الصمرة هو محمد موسى، قالوا خلفان حبة صمرة كمان ومعاهم دم. الله عليك يا ولد، عملها جميلة جميلة جميلة. هو يوسف رمضان لكن هو اللي عامل الليلة كلها. أي والله جاردل قد يصوب يصوب لكن بعيدة إلى ضربة المرمى. خود من عبد الله المسيكي في بعض الأحيان أو سعد ناطق لزيادة العدد. فرصة مش أوفسايد، فرصة مش أوفسايد يا ولد، لعيب يا ولد يا ولد. ولكن تعادل أهل مباراة قطر القادمة جاردين، ولكن راحت وراح معها حلم. ولدينا ضربة ركنية أولى لصالح العربي. جاردل كرة بتلعب والكرة مرحف عن الفوز، لا غير ذلك هو المطلب الحقيقي والأول في هذه المباراة، وبالتالي التعادل لن يغير شيء. الله على المرور، يا سلام على جاردل في أجمل لقطة يظهر فيها هذا اللاعب في هذه المباراة في الشوط الثاني. شوف الكنترول بالقدمين بالقدمين، يا سلام على المرور والتسديد القوية التي مرت بجانب القائم الأيسر، لكن لولا أن تدخلت يد الحارس جاسم الهيل جدول الترتيب من هذا التعادل هم أكبر المستفيدين. الكرة الآن لجاردي، الكرة الأمام، ماذا تفعل يا هجوم لمصلحة النادي العربي. خلفان يحاول يمررها الكرة، اللاعب لا زال خطير ولكن بابا الرجل التونسي أسامة الدراجي. أسامة الدراجي، هذه اللقطة الجميلة للنادي العربي عن طريق دييغو جارديل اللاعب البرازيلي صاحب الهدفين، على تنفيذ الركلة الركنية على يسار حارس المرمى. الكرة اللعب للأمام لكن بابا ليبعدها، لا لا مبدأ تعال، الفرصة موجود لخلفان لكن لا تعولونا لا تعولونا. المرحلة القادمة أقول ذلك لأن كثير حقيقة كاري كاري مثلا كان في المرخية ما قدم المأمول وارتأت إدارة المرخية من المجنونة جنات العربي وهنا هجوم مبكر الكرة بعد ذلك إلى خارج قومية الملعب. شوف معي أوزان جميل، دوران جميل من رمضان ونقلها صح، ولكن مجموعة من اللاعبين يلعبها المواس خطيرة ولكن أيضا تبعد إلى خارج. شفت اللقطة الماضية اللي لعبت بهذا الشكل والعودة من اللاعب الوسط دييغو جاردل في إبعاد، لكن شوف ساقبو مثلا المهاجم الصريح في الخطوط الأمامية تجد يعود على أساس يفتح زاوية لعب له في الخطوط الأمامية. كاري كاري ينطلق الآن، الكرة معايا، السلام يا كاري، الكرة تلعب مدير عبد ربو. وشوف معاي اللقطة الماضية الاستلام، كاري كاري انطلق تحرر من الرقابة ومر الكرة، ولكن شوف معاي جواد العربي ضم إيفان وخرج عمار الجمل واللاعب أحمد وحامد إسماعيل انتقلوا عادت إلى عادل علوي. ممتاز خلدون، خلدون إبراهيم يمرر إلى قادر دييغو، ممكن مجهود فردي، ممكن مجهود فردي، ممكن يمرر، خطيرة 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 يا كاري كاري. شوف الكرة الماضية كان بإمكان كاري كاري أن بالمقابل لوكا بونانيتش الكرواتي مدرب النادي العربي يبدأ بمسعود زراعي في حراسة المرمى، إيفان فوستر، طلال البلوشي، وسعد ناطق. صافرة وخطأ عادت من جديد للدولي العراقي سعد ناطق، حاول بعد ذلك من جارديل أمامية من أجل الوصول إلى كاري كاري. لمسة بشكل جيد من كاري في منطقة الجزاء، عرضية ملعوبة خطيرة. 2-0، هل ذكريات سباعية العام الماضي بدأت تهل؟
هل ذكريات 7-0 السنة اللي فاتت بدأت تظهر؟ جاردل يصوب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. لسه بقول لحضراتكم، لسه بقول لكم لاعيبة النادي العربي قادرين رغم الظروف، رغم المحن، رغم النتائج السيئة، رغم الخسائر، ولكن عندهم إمكانات تسمح بالعودة. جاردل اللاعب البرازيلي يسجل أول أهدافه في اللقاء ليقلص الفارق إلى 2-1. ردة الفعل الكبار، ثورة الكبير، رغبة الكبير، إصرار الكبير، كبرياء الكبير. يرد جاردين بتصويبة على طريقة بسكوليتشي. نعم بسكوليتشي، فاكرين بسكوليتشي حبة الكريز الأرجنتينية، النجم الذي تألق واللعب بيمتحن له. لازم يكون علاقتك بيه حلوة عشان يكون أمين وهو بيجاوب لك على الأسئلة لنفسه وليك، وإلا هيقول لك يلا خلاص بقى مع السلامة. فالعلاقة الإنسانية مهمة جدا جدا، الإعداد النفسي مهم جدا جدا. بيدرو يعود بشكل جميل من الكبير. الهدف الثالث دقيقة 57 تاني، على طول محاولات تصويب النادي العربي، لكن مش ده هو اللي سجل هدف نادي العربي. لكن كلمة النزول ومجرد التفكير في النزول حاجة تحزن وحاجة الحقيقة صعبة، صعبة مؤقتا طبعا، لأن الخور 15 نقطة ولسه هيلعب. لازم خلفان يعني يشكل حلف مع جارديل اللي معاه الكرة دلوقتي. أدي جارديل، أيوة كده يا أخي، أيوة كده يا أخي، فوق يا أخي، عدى يا أخي، مر، عدى، فات يوسف رمضان البديل. العرضية الجميلة، أجمل لعبة للنادي العربي، لكن السكند بول ياخدها تورسنوف، ياخدها تاني طلال. الهجمة المرتدة فين؟ إلى جارديل، لو عدى خطر، لو عدى خطر، عدى بالفعل، عدى بالفعل، وأحمد علي معه، فاول لصالح النادي. إنذار لعبد الرحمن، تحرك كويس من كاري، كاري فتح العمق. الحقيقة لازم يحسب له كل حاجة بيعملها. وهنا التلاحم في اللمسة الأخيرة. محمد سلام بياخد إنذار. وادي جمهور العرباوي على طول. كاري كاري تصويبة جارديل، هي دي بتاعته، هي دي بتاعته، سجل أختها في نادي السد. جارديل اللاعب البرازيلي الحقيقة إمكانياته عالية قوي، لكن عطاؤه بالنسبة لإمكانياته قليل قوي. يعني إذا كانت المباراة 90 دقيقة، إذا كان فيها 60 دقيقة لعب، إذا افترضنا يعني 60 دقيقة لعب، جاسر ويوسف رمضان في الوقت المناسب، والجوهرة خلفان. الهدف الثاني اللي جابه محمد سالم المال فرق كتير جدا جدا جدا. ادي جارديل، جارديل من تاني، ولكن وفي مرمى منتصر مبكرا جدا. العربي، العربي يسجل. من علامة الجزاء ممكن ان تكون هذه هي نقطة الإنقاذ، نقطة الإنقاذ في هذا الموسم. يسجل البرازيلي دييغو جارديل ويضع الكرة في المرمى ويعلن عن تقدم أصحاب الدار بأول أهداف في المواجهة، ويسجل هدف الخامس شخصيا في منافسات بطولة الدوري البرازيلي. دييغو جارديل اللاعب الحاضر أمامنا، الصاحب 27 سنة، لاعب بوتافوغو سابقا ولاعب أفاي القادم من أفاي، يسجل ويضع الكرة في المنطقة. محاولة مرور التقدم في اللقطة الماضية لكن تعود من جديد لمصلحة النادي العربي. أمامية ملعوبة، كاري كاري يبحث الوصول، يصل إليها كاري كاري، يتقدم بشكل مثالي جدا. كاري كاري يحاول الدو، أوهو اليد يبعد الكرة، والمحاولة الماضية ويمنع المرخية من التصدي، هو من يتألق، يلعب كرة مرتدة سريعة لمصلحة النادي العربي. خطيرة جدا، خطيرة جدا، خطيرة جدا. أوهو أقول بداها مس. يعني الجولة القادمة الغرافة مع السيلية، فوز الغرافة في الجولة القادمة يعني رسميا، رسميا
سيلية خارج المربع. فوز السيلية يعني بأن صراع أندية ثلاث سيستمر حتى الجولة. الفريق اللي يتذيل الترتيب على مستوى بطولة الدوري هو نادي المرخية صاحب 9 نقاط، بينما صاحب المركز 11 والذي سيلعب مباراة فاصلة مع صاحب المركز التي ما زالت لها المكانة الكبيرة في صفوف عشاق ومحبي هذا الفريق. هنا راسية الله جول الذي يقدم فريق الأحلام إكوامي، وراسية سكنت في الشباك واستقرت في مرمى الحارس سعود الخاطر، هدف أول لمصلحة العربي. العربي مايكل لاودروب والذي قال بأن هناك غيابات في هذه المباراة، طبعا إيقاف سباستيان سوريا. فرصة الآن تأتي من الجهة اليسرى، محاولة قائمة عرضية خطيرة ولكن عن كرة في وسط الميدان لمصلحة النادي العربي. منقولة الكرة في اليسار، انطلاقة خلفان، خلفان يتقدم من الرواق الأيسر، تمريرة حاضرة، تسلل غير موجود، بينما هنا فرصة لعرضية ربما تأتي الآن، فرصة لعرضية تأتي الآن. جاردو الله دييغو جاردل يسجل ثاني الأهداف، والعربي يسجل، العربي يعزز النتيجة بهدف آخر. نعم، فرحة جماهير النادي العربي بهذا الهدف الثاني وبعد هذا التقدم وتمريرة خلفان. هل كان هناك تسلل على يوسف رمضان في الكرة الأولى؟ عموما الحكم لم يرفع الراية، وبعدها كانت العرضية لدييغو جاردل الذي وصلت إليه الكرة فاستلمها فسددها فسجلها فأسكنها في شباك الحارس سعود الخاطر. أمام هذا اللاعب دييغو جاردل، سعود الخاطر لم يتمكن من التصدي. أليد كرة ستنفذ في هذه الأثناء، وصلت هذه الكرة في الرواق الأيمن، منقول هذه الكرة عن طريق كوامي. كوامي لديه الكرة إلى الخلف، تعود من جديد لمصلحة نادي أو النود من جديد داخل منطقة الجزاء. الآن محاولة جاردل والتسديدة ممتازة، ممتازة كانت التسديدة، ممتازة كانت كرة تسديدة جاردل اليسارية، لكن إلى خارج ملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. دييغو جاردل 5 أهداف لهذا اللاعب في بطولة الدوري في هذا الموسم. تصل هذه الكرة ولكن بصورة خاطئة إلى خلفان، يمرر كرة في اليسار، تقدم من دييغو جاردل، مر بصورة ممتازة. دييغو جاردل يحاول، حسام كمال عاد للتغطية الدفاعية، خلفان يطلب الكرة في وسط الملعب. دييغو جاردل يحاول بالمهارة أن يمر، دييغو جاردل في اليسار، فرصة لعرضية الآن تأتي من الرواق الأيسر، لكن يسار في تحقيق إكمال هذا الانتصار. وصلت هذه الكرة في اليسار، عربوية، أحمد فتحي، والتمريرة حاضرة. دييغو جاردل، دييغو جاردل، والأكيد هنا التأكيد، هنا التأكيد، جول جول، خلاص دييغو جاردل أتى بالخبر اليقين، العربي يفوز مرة أخرى بعد أكثر من 4 سنوات على حساب الريان في الديربي بثالث الأهداف. نعم، دييغو جاردل يتمكن من التسجيل، انطلاقة كانت من أحمد فتحي البديل الذي دخل في هذا الشوط الثاني، هو من قاد هذه الفرصة، تسلل لم يكن موجود، ودييغو جاردل انطلق من أمام كاسول اللاعب الذي نال منه التعب، وبعد ذلك سدد، وبعدها سجل، وبعدها احتفل، وبعدها أطلق العنان لأن تحتفل الجماهير العربوية كما هي الصورة، الصغار والكبار هنا يحتفلون بهذا الفوز ويحتفلون ببقاء. في الآونة الأخيرة انتشر نفسه وأصبح يقدم مباريات ممتازة. في الجانب الآخر عندنا نادي الغرافة كما ذكرت مطاعم بصورة كبيرة جدا بما قدم على الصعيد الآسيوي، آخرها القدوم من جدة بتعادل ثمين. كرة ملعوبة ومحاولة للتقدم من جانب نادي العربي، البحث عن كرة عرضية، تعود مجددا التمريرة والعرضية ملعوبة، جاسر يحيى والرأسية قدوه من قللوا بشأنه بداخل أرضية الملعب وانتفضوا مع النادي العربي بصورة كبيرة جدا للاعب كاري كاري. انطلاقة في الأمام ومحاولة هنا للمرور، كارتيل داخل منطقة الجزاء والكرة مع حارس المرمى قاسم برهان، الكرة مع قاسم برهان، نقلة كانت موجودة أمامنا
ومحاولة كانت موجودة أمامنا، والكرة مع قاسم برهان مباشرة مرت مع قاسم برهان، لعبة كانت حاضرة أمامنا. تعود مجددا نقلة ومحاولة للمرور، المرور هنا أمامنا والفرصة لصالح النادي العربي. كارتيل وإلى خارج أرضية الملعب، حاول فيها كارتيل الكرة الماضية مرت إلى خارج أرضية الملعب، محاولة كانت موجودة ودييغو كارتيل كان في محاولة الكرة الماضية مرت مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. اللقطة كانت موجودة ومحاولة من جانب دييغو كارتيل مرت مباشرة فيها تصدي للاعب دييغو كارتيل، أم لكارتيل عوضا للعرباوية، تقدم في الأمام والكرة في الشباك، هدف لصالح النادي العربي، وكان أن يتصدى لها يوسف ولكن الكرة تأبى إلا أن تعانق الشباك. معلن عن هدف التعادل لنادي العربي، معلن لهدف التعادل لنادي العربي وهو هدف ختام الشوط الأول. إذن هدف عرباوي من جانب عبد العزيز، ما زالت الكرة مع عبد العزيز، والتغطية بعد ذلك على عبد العزيز، تغطية على عبد العزيز تصل مباشرة للأمام، تمريرة ومحاولة تسديدة خطر لعبتها كان أساسي، وأذكر تماما دخل بديل حسين ياسر بعد ذلك، وتألق حسين ياسر في تلك البطولة هو وليد جاسم وأهدوا خطر اللقب مع مجموعة رائعة. هنا العرضية والكرة تمريرة أمامية وكرة إلى كاري، كاري وكرة تعود مجددا لشنايدر، شنايدر يحاول التقدم أمامنا، مرت الكرة من أمام شنايدر تصل مباشرة للهجمة المرتدة والانطلاقة في الأمام هنا عن طريق كارتيل دييغو كارتيل، يلعب الكرة إلى كاري، كاري 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 يحاول أمامنا يبحث هنا عن تسديدة وفي الجول، وجوابك يا كاري كاري، ردوا كما ذكرنا على اسمه، ردوا على اسمه، قلنا من اسمه نصيب ولكن ردوا كما اسمه. نقلة في الطرف الأيمن للخور لكنها مقطوعة، كارديل الآن يقود انطلاقة في الطرف الأيسر حاضرة بشكل ممتاز، دييغو كارديل يملك كرته، واحد من الأسماء اللي قدمت مردودات جدا رائعة مع العربي في المباريات على تنفيذ رمي التماس إلى كاري كاري، مرور بشكل ممتاز، الكرة أخطر الآن، كاري 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 عرضية تعديل نقلة أمامية خطيرة كانت لمصطفى حاضرة وخطأ أيضا يأتي. تصويب الله 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 على الكرة الماضية، الله على الكرة الماضية، واحدة من أروع الفرص التي تأتي للعربي، كارتييل الله يا كارتييل، لعيب 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 بقدم يسرى ممتازة يطلق له قذيفة يسارية، وبرافو ردة الفعل من خليفة أبو بكر صاحي في مرمى يبعدها إلى ركنة ركنية، ممتازة جدا التصويبة الماضية من كارتييل خارج أرضية الملعب إلى ركنة ركنية، غرافة بالهدف الثاني يتقدم على قطر، وكرة الله للعرباوية من ركنية لعبت، الدربكة كانت حاضرة، أوهو. لنا دعوات وأمنيات أن السد والدحيل يكملوا مشوارهم الجميل في دوري أبطال آسيا. جارديل عدى ومر، يا ولد العيب يا ولد العيب يا ولد العيب، الله الله في النهاية وحده سوى فريق، سلام يا جارديل العيب يا جارديل العيب، لما بيتحرك له لعيب لها معاني كتير وبقيت وستبقى على مر التاريخ، الكورة جوان بعيد عن المتعة والكلام ده، الكرة جوان تكسب بالجوان، تخسر هيجي فيك جوان، انطلاقة جارديل، يا سلام على جارديل، عد يا ولد، عد الولد، عد المرة فات جارديل ناحية العكسية، ناحية العكسية وقف عليها تاني، وقف عليها تاني، اتأخر ورجع كتير من لعيبة الوكرة، 2-4-5 وهو بيصير نادي السلية هذا الموسم احتل المركز السادس ب 28 نقطة ومصلال الخامس ب 33 نقطة، فرصة النادي العربي هدف ثالث، فرصة الثالث، فرصة الثالث، فرصة الثالث، والله وعملوها، والله وعملوها الرجالة.
الهدف الثالث، ويبدو أننا سنكون على الموعد مع المرحلة القادمة. يا سلام على الانطلاقة بتاعت خلفان، خلفان والتمريرة الجميلة إلى جارديل، حطها تحت رجله كويس قوي واخترق كويس قوي. يا سلام، نفس فكرة تقريبا، نفس فكرة المرة دي ما بين خلفان وجارديل مع تبادل الأدوار. خلفان قام بدور جارديل، وجارديل قام بدور كاري كاري، ودي من العمق أكتر. جارديل، جارديل والضربة الحرة، أوه، ولكن برافو، برافو محمد أبو الخير. حرف العربي والريان يوم الجمعة اللي جاية الساعة 8 مساء، وهي دي تعتبر آخر مباريات الدور نصف النهائي. لكن نصف النهائي أفكركم يوم الخميس اللي جاي الساعة 5:15 السد والخور، والساعة 8 الدحيل وأم صلال، وده انطلاقة للعربي من تاني، ولكن ضربة ركنية محمد عربي.